عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت بلأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إنما النساء شقائق الرجال، ومعناها بلأنه النساء مستويات مع الرجل في الكرامة الإنسانية، أما الحقوق والواجبات كتكون موزعة بحسب فطرة الله اللي فطر عليها كل من الرجال والنساء باش تتم عمارة الكون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. من خلال هذه المقدمة المختصرة أكيد عرفتم حكايتنا الليلة، حكاية إنسانة اللي غادي تقبل تزوج بشخص كله أغلاط ولكن ما قدرش تحل عينيها عليهم، وكانت كتبان لها غير المثالية، أو بالأحرى هاد الزوج كانت يبيع لها الصورة الصالحة واللي دخلها بالدين، ولكن نهار دخلت للواقع لقات عكس ما كانت كتسنى. حلقتنا الليلة ضروري تسمعوها فهي للعبرة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اي واحد دخل جديد على القناه وما عارف شنو هي هذه حكايتي، فهو برنامج اللي تعود على واقع مجتمعنا المغربي عن طريق لسان زوجات او اخوات او عموما اناث اللي تعاودوا الحكايات ديالهم اللي دازوا منهم من صعب ومشاكل الى ما اخره، واللي الهدف من هذا البرنامج اننا ناخذوا العبره ونستافدوا من تجارب الاخرين ومن اخطاء الاخرين باش نوليو حتى حنا رادين بالنا، وحتى اذا كنا كنعيشوا شي مشكل نعرفوا لأنه كاين مكفس منا وكاين اللي تيعيش اكثر منا. فمرحبا باي واحد التحق بنا على القناه، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. ودابا خليني نقول لكم لنبدا. صاحبه الحكايه فرح كتقول انني تربيت وسط عائله عاديه محافظه وميسوره ماديا، حنا بينا زوج ديال الخوت توام ولد وبنت. غادي نبدا حكايتي من الثانوي لانه من قبل كان كلشي مزيان وعشت الطفوله كالجميع تقريبا، كلشي فيها عادي. فاش وصلت للمستوى الثانوي غادي تجي واحد السنه اللي فيها غادي ننقطع على الدراسه ببساطه لانه توفى لي الاب ديالي فجاه بدون سابق انذار، وحيتاش كنت متشبته به بزاف فما بقيتش انني نقدر نكمل قرايتي وشدتني حاله اكتئاب ومرض نفسيا. هاد الوقيته ماما وخويا توام قالوا لي بلي انه ضروري تقراي شي حاجه حيت ما كاين ما يدار في الدار. قبلت بالفكره، غادي نقرا عامين في تخصص فندقي وخديت الدبلوم وخدمت لمده 3 سنوات. في 2021 غادي تبدا رسميا قصتي. واحد النهار غادي تجي عندنا واحد جارتنا اللي كانت ساكنه عندنا شحال هذه وما كانتش بقات ما بيناتنا شي صله، لما سمعت انه بابا مات فمن بعد ايام جات تعزي ماما. كنت داخله من الخدمه وهي تسولها واش هذه بنتك، قالت لها ماما اه راه التوام ديال خوها واش ما عقلتيش عليها. هاد الجاره بدات كتمدح فيا عند ماما، دخلت بيتي سديت عليا بديت كنخدم شي خدمه كانت عندي. غادي دوز اسبوع بالحساب على الزياره نتاع هاد الجاره لعندنا، من بعد غادي تعاود ترجع لعندنا هي وبنتها وجابت معها شي تصاور. انا ديك النهار كنت خدامه، ماما غادي تعيط ليا وهي تقول لي فرح واش ممكن بنتي تخرج اليوم بكري؟ قلت لها علاش اليوم لا راه حيت ما يمكنش انا باقا خدامه. قالت لي صافي واخ. تشوشت بقيت كنقول مع راسي شنو تكون بغاتني ماما، ما مولفاش تسولني هذا السؤال. فحاولت باش انني نخرج بكري ونمشي للدار، غادي نلقى ديك الجاره قاعده مع ماما جالسين في الصالون وحاطين الكوتي ديالهم. سلام بنتي سلام خالتي، ها هي بدات كتخرج لي التصاور نتاع ولدها وكتوريهم ليا. كانت تيصحاب لي واش بغاتني انني نتفكر ولدها حيت ديك الوقت كانت عندي شي 6 سنين، فبقيت كتوريهم ليا وكتوريهم حتى لماما. من بعد انا بقيت كندوي مع بنتها اللي مزوجه وكتسكن في مدينه واحده اخرى. هاد الجاره غادي تجر ماما لواحد القنت وغادي تقول ليها بغيت فرح لولدي توفيق وراه عجبتني وتبارك الله مؤدبه ومخلقه. انا ما كنتش عارفه شنو واقع حتى غادي تخرج هاد الجاره هي وبنتها وغادي تدخل عليا ماما لبيتي وتقول ليا راه ولد هاد جارتنا توفيق بغاك الزواج وعجبتيه. قلت لها كيفاش شافني وفين شافني؟ قالت لي لا راه ماما قالتها لي، قالت لي بلي انه لانني لقيت لك واحد البنيته وبدات كتوصفك ليه وهو يقبل. قلت لماما ماما انا ضروري خصني نتلاقى به، اذا كان تيبان لي بلي انه كيستحقني ومربي اكيد ما غاديش نرفض. فهاد الوقت كان دماغي خاوي من شي حاجه سميتها الزواج، كنت باغا غير نكمل قرايتي ونقاد مستقبلي ونشدو ما بين يدي. هذيك الجاره غادي تعطي لماما النمره ديال ولدها وقالت ليها على اساس باش انها توصل مع توفيق. ودينا كندوي والسيد خدام في بوست صحيح مع الدوله ومتدين ومحترم، المهم هو اللي غادي يصيفط ليا. بدينا تندوي لقيت بلي انه السيد خدام في بوست صحيح مع الدوله متدين محترم كلامه موزون ومحترمني وتيقدرني، واهم حاجه كان حريص عليا في صلاتي، كان كل نهار في الفجر كيصوني ليا فيقي تصلي الصلاة خير من النوم. قلت هذا هو الرجل وإلا فلا،
ما شاء الله، اي وحده اي وحده كتمنى اللي فكرها في علاقتها مع مولانا. فرحت تنقول يا ربي راني مرضيه حيت رزقني الله بهذا ولد الناس، واكيد وافقت عليه. غادي توصل وقت الخطوبه، وحنا تبارك الله في المغرب معروفين بتقاليد ديالنا بالرشيم. العائله ديال العريس كتجي كتكبر بالعروسه، كيجيو بيديهم عامرين ولو تكون غير شي حاجه بسيطه. فنهار خطوبتي عرضنا على عائلتنا، حتى هما كانوا موجودين، نتوما مالين الخير، كل حاجه هي حاجه، وانا ما قدرني فرحه. ها هما جاو، اش غيجيبوا لي معاهم؟ تخيلوا، بيجامه ديال 60 درهم وتوب عادي. لو كان صور لكم هذا الشيء غادي تموتوا بالضحك، ما كبروش بيا نهائيا. هذا الشيء ماشي عيب، وكان شي عائله اللي هي بسيطه، ولكن الناس ميسورين ما عطاونيش قيمه، او بالاحرى هو ما عطانيش قيمه كزوجه مستقبليه ليه. حاولت انني نتغاضى واخا ما رضيتش، ودوزنا الليله باش ما عطى الله وعائلتي كل واحد كيتغمس فيا. دازت الليله كلشي مشى فحالو، غادي تدخل عليا ماما وسولتني بنتي واش نتي راضيه على هادشي؟ قلت لها شنو؟ قالت لي شنو هادشي اللي جاب لك؟ من الاحسن يجيب لك الورد والسكر وما يجيبش لك هاد الشوهه. المهم ما كبرش بيك في هاد الحفله اللي هي ديال الخطوبه، وانتم يلا قلتوا بسم الله، راه مستحيل يكبر بيك وانت مزوجه بيه. ماما بقى فيها الحال ونبهاتني، درت فيها وقلت لها على ماما انا ناقصني الحوايج، انا نشريهم ليه، انا ما مزوجاش بيه على ود الماتيريال، ما مزوجاش بيه على ود الحوايج. ماما خويا وبعض الافراد عائلتي كانوا ضد هاد الزواج، قالت لي بلي انه توفيق ولد هاد الجاره غامض وكيدخل وتيخرج في الهضره، وفوق هاد الشيء ما كبرش بيك. انا في هاد الوقت كان تيبان ليا وجه اخر عكس هادشي اللي تيقولوا اللي تتقول عائلتي. هما شافوا شي حاجه اللي انا ما شفتهاش نهائيا، تيبان ليا وجه محترم متدين زوين عادي. من مورا الخطوبه مده شهرين وحنا كنهضروا، قال لي غادي نجيو نديروا العقد. قلت لها الماما اللي كانت ضد، قالت لي بلي انه هاد المده قليله بزاف باش انك تعرفي فيها على انسان لاول مره كتعرفي عليه في حياتك وباش يكون زوج مستقبلي. قالت لي بلي انه هذا راه مشروع ماشي لعب، خدي كثر في الوقت ديالك، وراكي عارفه بلي كلنا ما مرتاحينش ليه. مره اخرى غادي ندور فيها وغادي نقول لها لا ماما انت ما فاهمه والو، وانا اللي تنعرف اكثر، وبلي هاد المده راه كافيه الى ما اخره. ما بقى والو العرس باش اننا نبداو في التحضيرات، وهو يقول لي فرح انا فكرت في بلاصه ما اننا نديرو العرس غادي نشري الدار ونفرشها، شي حاجه اللي تبقى لينا، ما العرس غير غادي نضيعو فيه الفلوس. وياه كل مره كان تيبهرني بالنضج ديالو في دماغه. قلتها لماما اللي كانت مره اخرى ضد هاد التيار ديالي انا وياه. للمره الثالثه دارت فيا وغوتت عليا، فين عمر كان عندنا البنات اللي تيمشيو مدلولين، انت الوحيده اللي عندي ونصفتك بحال شي وحده هاربه، بغيتي تضحكي فينا العائله. ضرني قلبي بقيت غير ساكته، فعلا غادي تكلف وتسلف ودير لي عرس تيحنت، كلشي فرح ونشط وتيسر. فهاد المرحله كلها ما كنت مازال ما شفت منه حتى شي حاجه. هذا الانسان اللي كلشي تيقول لك بلي انه ما مزيانش وبلي انا ما مكبرش بيا او لا ما كيبغينيش. من بعد العرس سافرنا واحد يومين بالضبط، النهار الثالث غادي نمشيو لداري انا وياه اللي فيها غادي نكتشف بلي انه ساكن معانا مو وباه اخته اللي دار ليها بيتها. تقبلت نوعا ما هذا الصدمه وما قلت ليه لا علاش ولا كيفاش ولا حتى شي حاجه. مازال حنتي في يدي، حيد جلابتي ديال العرس ولبست بيجامتي وبديت كنشقى. حماتي كتشوف فيا وانا فرحانه ودرستي ديال العقل كتبان، كانت تيسحب ليا بلي انه هادشي اللي كندير راه انجاز. ماما فاش عرفتني جيت لداري غادي تدوي ليا وغادي تقول ليا بلي انه غدا غادي نجي انا وعائلتي ونجيبوا لك الفطور. انا بدوري قلتها للزوج الماسون باش انه يتقدى ليا، فعلا جاب داكشي اللي غادي نطيب من الدجاج واللحم وديسير، وانا جالسه حتى كنسمع حماتي كتعيط ليا فرح فرح ياك لاباس خالتي، نوضي طيبي عائلتك راه جايين. مع راسي تنقول اويلي كيفاش نوضي طيبي وانا عروسه وجاي عندي عائلتي، كيفاش غادي ندير؟ مره اخرى بعيني مغمضين غادي نوض نقاد الماكله على حقها وطريقها، ودرت كل شيء غير بوحدي وربي شاهد عليا. ماما كانت اصلا جايبه معاها الماكله، ما غاديش نحط وغادي نقدم داك الشيء اللي انا قديت. ماما غادي تقول لحماتي الله يعطيك الصحه هاد الشيء بنين. انا بقيت حانيه راسي تنقول يا ربي ما تجاوبهاش وتقول لها لا راه فرح اللي دارتها، حيت ماما ما غاديش يعجبها الحال. تخيلوا غادي تجاوبها حماتي بصحتك. هو صحيح انني كنت باغا هاد الجواب يتقال، ولكن في نفس الوقت تصرفقت، تنقول لها في خاطري منيتك خالتي، جاوبت على اساس هي فعلا اللي دارت داكشي. قلت اودي ماشي مشكل، ونسيت هذا الموضوع وانا فرحانه. واحد النهار غادي تهبط عندي جارتي اللي ساكنه فوق مني، وقالت لي عافاك بغيت ندوي مع توفيق راجلك على الوراق نتاع الماء والضو، وبقينا شويه شادين الجماعه. من بعد غادي نكتشف بلي انه الدار اللي ساكنين فيها كارينها وماشي شارينها. تصدمت وانا نقول مع راسي ايوا من بعد مكريه ولا مشريه انا مالي، ولكن بالليل غادي نسولو توفيق
واش هالدار كارينها ولا شارينها؟ قال لي علاش كتسولي؟ قلت له حيتاش مولات الدار. ها شنو قالت؟ ناض وقاد الجلسه وخرج فيها عيني وتقابل معايا وقال لي علاه ما قلتهاش ليك؟ نسيت ما قلت لك بلي راه ما تفهمناش معاها في الشرى وقلت لها نكريها منك. دوزت هاد الهضره حتى هي حيت ما بغيتش نصدع راسي. المهم هو كان مزيان معايا في وسط ديك الدار، كل شيء انا اللي كنديرو. مو مجبده خصو سد عليها غير في واحد البيت. غيجي رمضان كيجيو بزاف ديال الضياف عندهم، 20 حتى ل 15 لواحد في النهار. تخيلوا انا اللي كنقيل الطيب وانا اللي كنقيل وقف على رجلي في الكوزينه. ما كاينش اللي يحس بيك ولا يقول لك ديك فلانه راه هي تاجي ترتاحي ولا اجي ندير معاها شي حاجه. ومهما هادشي كله كنت دائما حريصه على انني نكون نقيه في حالتي، نقيه في المظهر ديالي ونقيه حتى في داري. تخيلوا كانت كتبان لي حماتي كتحرش عليا راجلي، كتمشي عنده كتقول ليه راه مرتك ما كتخليناش نشقاو واختك كتبغي تعاونها وهي ما كتخليهاش، وتعاود تمشي عند خط راجلي وتقول لها عرفتي فرحه شنو قالت لي عليك ملي ما كتعاونيهاش. كانت كتنوض ما بيناتنا الفتنه. هادشي غادي نكتشفوا من بعد، غادي نكتشف مع هادشي بلي انا وديك الدار في شكل اولا داك المحيط اللي انا وسط منه غريب وبعيد كل بعد على فاش تربيت. هو ما فاهم مع حتى شي حد من غير امه، يمكن تخسر الهضره في اي واحد من عائلته الا امه، لدرجه انه غادي يجري على باه في رمضان. انا تنبكي وتنقول ليه الله يرحم لك الوالدين توفيق، ما تجريش على باك، راني انا اللي عارفه بحقه وقيمته، ما تصنتش ليا. جرى عليه مسكين وراجل كبير وما عندوش فين يمشي وما عارفش واش با عنده الفلوس ولا لا. علاش هادشي كله؟ تخيلوا حيتاش مو قالت ليه راه باك ها شنو دار ليا واش شنو دار ليا، هز لي شاكوشو ولحو هو وياه. غادي يدوز رمضان والعيد وبا مسكين ما كاينش، كلشي نهار العيد مجموعين ومعيدين وضحكين وناشطين وبا بوحدو في دار وحده اخرى ما تفكرش باه ولا بقى فيه، عادي عنده. في عز هادشي عائلتي كانت كتسول فيا، تنقول لهم راني لاباس كلشي بخير وعايشه ملكه. انا في الحقيقه عايشه وسط المرار، عايشه الاهانه والعذاب حتى باش نكون مرتاحه معاه كزوجه في كل ما هو خصوصي. والو داك الانسان المسديين وديك الصوره اللي كان عاطيني كانت غير ديال بلعاني. واحد النهار غادي يسافر ياخذ شي خدمه ديالو وطلب مني باش انني نمشي نسافر مع امه، نمشيو عند واحد اختو وحده اخرى في مدينه اخرى. قلت ليه واخ ماشي مشكل، غادي نمشي وغادي نلقى معامله واحده اخرى. اختو ما كتحترمنيش، واذا كنت ندوي معاه في التليفون كتجي توقف عليا وتقول لي شنو كتقولوا شنو قال لك، كانت كتدخل لي في جميع تفاصيل حياتي، لدرجه انه اذا صيفط لي شي بركه كانت كتقول ليه على بالك بلي حنا عندنا العروسه ما كتشريش الحوايج حتى كيدوزوا عليها عامين. تبقى كنشوف وكنسكت، ما عنديش القدره باش نهضر. من غير هادشي كتعيط ليا وتقول ليا فرح عافاك قضي لي هاد الشغل انا غندير غير هادي ونرجع. كتمشي كتسلت وكتعطل وكنكمل بوحدي. اش منك يا تخمال وزن السدادر، اش منك يا مسيح وغداوات وزيد وزيد. واحد النهار وحنا عندها غادي يوصلنا الخبر بلي انه باها اولا با تراجلي اللي جراو عليه مات. ديك الساعه عيطت على حبابي وطلبت منهم باش انهم يتكلفوا بالوراق اللي الناس ياخذوهم في يومين هما غادي ياخذوهم ليه في ساعتين، حيت حنا كنا مسافرين. مشينا شدينا الطريق، حماتي اللي مات ليها الراجل على هي بكات ولا دارت شي رده الفعل، بنته كذلك والو. اكفس من هذا، فاش غادي وقفنا الكار غادي يهبطوا يضربوا الشوا واتاي. تصدمت بهذا المنظر، كيفاش باهم وما حنوش فيه؟ فين انا وسط هاد الناس يا عباد الله؟ واخا يكون ندوز عليهم الدكاكه راه بنادم تيحن. هادو والو، تكحزيت اللور وخليتهم تياكلو كنشوف وتنبكي. تفكرت ببا وتوحشتو، انا وسط عائله مريضه من الصغير ديالها للكبير ديالها، هاد الناس عزيز عليهم يتلددو وهما تيعذبو بنات الناس. وصلنا للمدينه الاصليه، دخلت للدار جمعتها وسيقتها باش تكون مهيئه للناس فوقت العزا. جا راجل متسافره وهو يقول لمو وختو شي ما عرفتو في رده الفعل، ما بكى ما تألم، غادي يعيط ليا وطلب مني امر. لي اعتذر ما يمكنش انني نشرح كلشي، ولكن ثم تبارك الله عليكم راكم واعيين. كان طلب لي هو رديء ومنحط في الوقت اللي فيه العزايه برا وباه مازال ما تدفن. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه كيفاش واش انت عندك الخاطر؟ بكيت وتألمت وحسيت بالذنب وتأنيب الضمير واخا راجلي. المهم خرجت عند الناس دوزت معاهم داك العزو باش ما عطى الله وقلبي محروق. دازو شي ايامات ولا كيبان ليا السيد اذا بغى يدوي في التليفون كيمشي يتخبى ولا يدخل الكوزينه ويسد عليه ولا بيت النعاس ويسن. سولته علاش كتقفل عليك؟ قال لي لا راه غير باش ما يتسمعش صوتكم. فاش حصلته تيقول واحد خيتي كنبغيك بالانجليزيه. قلت ليه شنو كدير؟ قال لي والو. قلت ليه كيفاش القضيه ديال هاد الكلام اللي كتقول؟ واش يسحب لك انا ما قارياش واش ما كنفهمش؟ حسيت براسي رخيصه وحقيره. تما بداو المشاكل كثر. فوق من هادشي واحد النهار غادي يبان ليا الكارو عزكم الله وواحد المخدر تيقولوا لي الكاله كنحطهم تحت حوايجو في المرحاض. تنقول مع راسي شنو هاد العجب؟ شكون اللي حطو؟ سولتو توفيق واش مخبي عليا شي حاجه؟ قال لي لا
ولا حمر كيف مطيشه. قال لي كما شفتي ديك البنت في فيسبوك مصوره معايا، راه غير صديقه ديال العمل وراه هي اللي حطاتها، راه ماشي لخاطري. انا اصلا كنت متاكده بلي انا تيدوي مع شي وحده وسمعته بودني. قلت له راني تنسولك علاش شنو شفت في الطواليت، شنو هاد العجب؟ خرج في عيني وقال لي لا راه جدي دخل الطواليت ونساها. انا عارفه بلي انه كان تيكذب عليا حيت هو كيدخل الطواليت وكيخرج منها بعيني حمرين. سولته على الكارو قال لي راه ديال خويا، بزاف ديال الخيانه والكذوب وماشي تبدل، ولكن اكتشفت شي حوايج اللي هما معطلين وما كانوش يبانوا ليا من الاول حتى تحكيت معاه وبدات كتب لي الصوره الحقيقيه ديالو. جمعت حوايجي ومشيت لدارنا، ما بقيتش قادره انني نشارك مع داك السيد وعائلته سقف واحد. امه فاش وصلتني المحطه باش انني نرجع لدارنا خسرت عليا غير بسلامه تهلاي فراسك ومشات، ما سولاتش فيا لا كيفاش وصلتي لا كيفاش دايرين داركم، ما تدخلت بخيط ابيض، ما كان حتى شي حاجه، ما سول فيا ما تسوق ليا. حسيت براسي بلي انني زوجاتني هاد السيده الولده غير باش تشبع ليه واحد المتعه، ومن بعد تلاحيت بحال شي حيوان عزكم الله. ما استفدت معاه والو، ما عطاني والو. وصلت عند ماما قلت لها ما تليتش بغيت نكمل مع داك السيد حيتاش ما فاهمينش. اصلا ماما ما كانتش ضد، وهادشي كانت عارفاه من الاول وحضرتني منه من الاول، واليومين هذا عمرني ما عاودت الحقائق والواقع اللي دوزوا عليا. ولاد العائله فاش تيجيو لعندنا تنتخبى عليهم بحال انا دايره شي مصيبه، ما بقيتش قادره نخرج للزنقه، خايفه من الناس يقولوا هذه يلاه تزوجات اش رجعها. اللي جا عندنا كنتخبى عليه وتنقول ماما قولي لهم بلي انا خارجه. تنحس براسي خايفه وبلي درت شي ذنب واخا عمرني غضبت مولانا. انا ما بقيتش عارفه شنو ندير، انا ضحت دخلت في حاله اكتئاب بسببه وكنلوم راسي بسببه. وصلت الحاله انني كنطلب غير الموت حيتاش ما بقيتش قادره نستحمل. عيات فيا ماما سيري تخدمي، تقول راني ما قادراش نشوف حتى الشمس يا ماما. كاع داكشي اللي درت معاه وضحيت معاه كانه شيئا لم يكن، علاش ما تبعتش كلام عائلتي من الاول؟ علما انني ما مخصوصاش، عائلتي كانت موفره ليا كلشي وكنت خدامه وتلبس احسن حاجه، لدرجه فيما مشيت عند ماما كتقول لي اش هذا اللباس. ما تقدرش نقول لها راه ما تعطينيش الفلوس باش نتكسى، ما تعطينيش الفلوس باش نشري خصوصيه ديولي، علما انها هي اللي كانت كتعطيني. قبلت نتزوج بشخص اللي باع ليا واقع منعدم وكرسني مع عائلته، تزوجت بشخص جابني غير باش يشبع الرغبات ديالو. هادشي كله دات عليا وانا عندي 21 سنة وما كنتش قادة عليه، عيني شفوا بالدموع وعييت نفسيا وما عنديش معام نشارك التفاصيل اللي طيحوني. وهذه اول مرة كان بحبهم لكم، فاذا كانت عندكم شي نصيحة عطيوها ليا حيتاش ما بقيتش قادرة نستحمل وغير تلوم راسي، ما بقيتش قادرة نشوف الشمس، ما بقيتش قادرة نخرج. نصيحتي للبنات والعبرة ديالي من قصتي، اي بنت ما تزوج حتى تعرف شكون ومعامن، واذا حصلت عليه شي حاجة دير نقطة ديك الساعة وتواجهو. اذا قالوا لك والديك اه راه اه، اذا قالوا لك لا تكمشي وديها في راسك، حيت يمكن في ديك اللحظات انت ما يقدروش يبانوا لك شي حوايج من المنظور البعيد كيف غادي يبانوا الاشخاص اخرين. وهذه هي حكايتي مرة اخرى، حكاية من واقع مجتمعنا المغربي. فرح كتجلس وكتقول لي غلطت وما كانش عليا وما كانش عليا، وكتبدا كتلوم في راسها. فرح عندي ليك اسئلة، فاش غلطتي في كونك طيبة القلب والاصل، كونك انك كنتي معاه بالنية، غلطتي في انك كونك ضحيتي معاه وقبلتيه بالجهل ديالو قلة الادب ديالو وانعدام الانسانية ديالو هو وعائلته. هو اللي خصو يقول غلط، وهو اللي خصو يقول ما كانش عليا، وهو اللي خصو ما يحطش راسو على المخدة بالليل ويطلب الله يسمح ليه. هادشي اللي درتي انتي راهما اخلاق نبيلة وشريفة وتابعين للسنة النبوية والشريعة ديالنا، هادشي هو اللي كطلب. هنيئا لك بهاد الاخلاق، بالعكس اين انت وسط هادشي كله؟ ما توقفيش هنا وما تطيحيش هنا. 21 سنه ودخلتي في اكتئاب، علاش؟ ورب الخير جاب لك الخير كله وعتقك، كنتي في حرب وربي خرجك منها سليمه. هادي راه ماشي نهايه العالم، والحياه ما كتوقفش على رجل، ما كتوقفش على انسان عموما. حياتك عاد بدات والحمد لله، انه ما عندكش معاه الاولاد اللي مساكن كانوا غادي يتحتم عليهم يقبلوا واحد الاب اللي هو نرجسي وخائن بحال هذا. وحاشا واش يستحق كلمه الابوه، لان الوزن ديالها شي حاجه ثقيل. شي نقول لك حاجه، احسن قرار انك اعتقتي راسك كنت مازال صغيره، والحياه قدامك تبارك الله غادي يعوضك فيها مولانا خير عوض. فيقي كل صباح وشوفي وجهك في المرايه وقولي انا سعيده، انا ممتنه للماضي ديالي وحتى للحاضر وحتى للمستقبل، انا قويه انا طيبه، والماضي ما عمره ما غادي يبدلني ولا يطيحني. كل صباح فيقي وشمي هو نقي وقولي الحمد لله بقلب راضي، بدلي نظرتك للحياه راه سهله، حينها كل شيء غادي يتبدل في حياتك، والايجابيه هي اللي غادي تولي تقلب عليك، غادي تولي تقلب على فرح. هذه هي كانت رسالتي ليك الخاصه اللي كنتي طلبتيها مني وما كنتش عطيتها لك في الخاص، انا عطيتها لك امام الملاء. يا متابعين يا كرام، ما كرهتكمش كدائما وابدا انكم تخليوا رساله تفيقوا بها
هاد الإنسانة أو لهاد المراهقة نتاع 21 سنة اللي يلاه بدات في الحياة. غنخلي لكم لتحت التعاليق تعبروا فيها على المشاعر ديالكم وعلى رأيكم في هاد القصة، وبلي أنها هي راه ماشي ضحية، راه هو الضحية لأنه خسر أحسن إنسانة، إنسانة مشات معاه بالنية. وأكيد أكيد أكيد كوني على يقين 100% أنه ربي ما غاديش يخلي لك حقك. أي واحد دار الدن في الدنيا تيخلص قبل ما كيمشي للآخرة. وهذه هي حكايتنا الليلة يا متابعين يا كرام يا أوفياء. فرح تتنتظر لتحت التعليق ديالكم، ما تبخلوش عليها من فضلكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلاقوا بعد غدا إن شاء الله على ما أظن. سلام سلام.